مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا شنو وقع للفنان عمر لطفي وأدى به إلى المستعجلات. كشف مصدر خاص أن الفنان عمر لطفي تم نقله يوم الأحد إلى إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء بسبب تعرضه لتسمم غدائي. وفي اتصال بزوجته فرح الفاسي كشفت أن لطفي شعر بألم فظيع على مستوى البطن، الأمر الذي عجل بنقله إلى قسم المستعجلات في إشارة منها أن الفحوصات والتحاليل أكدت تعرضه لتسمم غدائي. وطمأنت الفاسي متابعيها ومحبي زوجها الفنان عمر لطفي عن حالته الصحية قائلة: عمر الآن الحمد لله مزيان وهو في داره بين عائلته والله يحد الباس. وجدير بالذكر أن عمر لطفي تألق مؤخرا خلال مشاركته في فيديو كليب أغنية أشخبارك لصاحبها النجم المغربي سعد المجرد، حيث حضر كممثل وكمدير فني للعمل الذي لاقى نجاحا واسعا.